كيف ترد قوى الرابع عشر من أذار على المواقف الأخيرة التي أطلقها الرئيس سليمان، خصوصا لجهة تجديد دعوته إلى الحوار؟ لهذه الغاية ينضم إلينا عبر الهاتف النائب أنطوان زهرة. أستاذ زهرة، أهلا بك إلى نشرة بيروت اليوم. يعني كيف سيكون رد قوى الرابع عشر من أذار على دعوة الرئيس للحوار؟ أولا من بعد معايدتكم ومعايدة اللبنانيين بالأعياد، من أكد ثقتنا بفخامة رئيس الجمهورية، ومن أكد ثانيا أنه عدم تلبية الدعوة للحوار ليس موقفا من الرئيس ومن جهوده المباركة من أجل بناء دولة في لبنان وتحقيق تقدم بها الخطوات، ولكن ردنا هو أنه حوار الطرشان برأينا ما دام حزب الله متمسكا بعدم طرح السلاح على طاولة الحوار أسوأ بكثير من أن لا يجري الحوار مؤقتا، وبالتالي نحن ما عم نفتش على بديل على الحوار. بالنتيجة عندما تصبح الظروف ناضجة لحوار بناء وإيجابي يمكن أن يصل إلى نتيجة سنكون مستعدين لتلبية الدعوة. البديل المؤقت أن يستمر فخامة الرئيس بالاتصال بكل الفرقاء والاستماع إلى آرائهم، وهو سيعلم متى تصبح الظروف ناضجة للتقدم بالحوار على الطاولة، وعندها سيكون جميع مستعدين لتلبية الدعوة إلى الطاولة. نعم، إذن النائب أنطوان زهرة، شكرا لك على هذا التوضيح.